يدعني والدي يذهب إلى خراسان فأجلب الرجال وأهدم هذا القصر على رؤوس ساكنيه. لكنا الآن في مأمن ولكان والدي خارج السجن. اهدأ يا فضل اهدأ. لقد وعدني هارون بأنه سيكلم الهادي في شأن أبينا. اهدأ. هارون؟ وما بيده ليفعل؟ إنه طوع بناني أخي ولن يقدم على عمل يضره. الجميع نسي فضل أبينا في تنظيم شؤون الدولة. لن يستطيعوا النسيان فهم في حاجتنا يا فضل. اطمئن. وإن خرجنا من هذه المحنة فسنكون أقوى وستكون الدولة في أيدينا. أجل، وإن تولى هارون فنحن مزاياكم.